يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة العجوز كبيرة السن، هل يجوز لها أن تسافر وحدها مع جماعة علما بأن لها زوج ومحارم؟ العجوز والصغيرة والمتوسطة لا يجوز لامرأة، كما في الحديث لا يحل لامرأة عموم أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم كبيرة أو صغيرة، لعموم قوله لامرأة. نعم.